اهلا، معكم شاري مالكي اخصائي تثقيف صحي، وراح اتكلم معكم خلال الدقيقه القادمه باذن الله عن فوائد الالعاب الالكترونيه. اي نعم، الالعاب الالكترونيه لها فوائد اذا استخدمناها بالطريقه الصحيحه، ونقصد بالالعاب الالكترونيه اي لعبه ممكن نلعبها من خلال الاجهزه الالكترونيه مثل بلاي ستيشن والجوال وغيرها. طيب ايش ممكن تفيدنا فيه الالعاب الالكترونيه؟ 1 الترفيه عن النفس وتحسين المزاج، 2 تطوير مهاره حل المشكلات، 3 تساعد في تحسين مهارات اتخاذ القرار. لكن هل ايجابيات راح نحصل عليها اذا استخدمنا الالعاب الالكترونيه بالطريقه الصحيحه؟ طيب كيف نستخدمها بالطريقه الصحيحه؟ 1 تحديد وقت اللعب والالتزام به حسب المعادله التاليه، اضرب عمرك في 6 والناتج هو عدد الدقائق المناسبه لك للعب، 2 20 20 20، ونقصد ان خلال كل 20 دقيقه لعب وقف لمده 20 ثانيه وركز نظرك لاي مجسم يبعد عنك 20 قدم، يعني 6 متر تقريبا. 3 لا تنسى تحدد أولوياتك. بالنهاية هذه وسيلة ترفيه وليست شيء أساسي.